معتصم سوبليكسي هنا للاستاذ. لا لا استنى بس يا معتصم. لا لا استنى ليه استنى ليه بابا السوبليكسي ده طعمه حلو تحفه. طب ما تجيب لي واحد. خليهم اتنين يا معتصم بس واحد سكر قليل عشان الدايت. ماشي يا كابتن جابر. المشاكل عمرها ما بتتحل بالعنف، بالعكس المشكله كده ممكن تتفاقع. صح يا بومبا؟ مشكلة ايه يا ابني؟ عنف ايه وتتفاقع ايه يا ابني؟ انت بتكلم مهندس بترول ده مصارع. لا 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 عندك حق يا تيمون، فعلا عمر العنف ما يحل مشكله ابدا، بس ممكن يخلص منها. سوبليكسي هنا كمان يا معتصم. لا لا استنى يا معتصم، انا هبدوق من اختي. لا ما حدش ياخد مني حاجه، انا يا دوبك احطه في رغيف واكله. استاذ انت وهي بقى. وبعدين هو احنا كنا عملنا ايه حراك لكل ده يعني؟ هو ده جزاتنا؟ ده جزاتنا ان احنا عايزين نشاركك في الثواب بتاع الجمعيه الخيريه بتاعتك؟ انت عبيط يالا. ايوه عبيط اكيد. والله عبيط. ثواب ايه اللي بتتكلم عنه يالا؟ ده انتوا بتسرقوا الهدوم من الناس الغلابه والمحتاجين وبتكيسوها وتبيعوها على انها جديده. سوبليكس هنا يا معتصم. لا لا يا معتصم. معلش يا استاذ معتصم، هو الكابتن عمال كل شويه يقول لك سوبليكس وانت ما بتتحركش من مكانك، وبعدين ترجعوا تشتكوا لما يمشيك والسوبليكس يجي بارد. ايه القرف ده؟ انا مش حاجه يا كابتن. هو انتوا بتدوروا على ايه بالظبط؟ بدله سودا مقاس 40. يعني كل الدخله دي والهيلمان اللي انت عامله ده عشان بدله سودا مقاس 40؟ حضرتك قيس اي فستان يعجبك وخده وامشي على طول. بس يا ده عبيط يا. وانت اسكت يا ده عبيط يا. انا مش عايز البدله يا، انا عايز اللي جوه البدله. كل ده عشان البطانه يعني؟ لا ده واضح ان انتوا مجانين وابط صح. اما انا قايل لحضرتك بالاول. بص يا ريت انت وهو يا تركزوا معايا قوي عشان الكلمه اللي انا هقولها مش هكررها تاني. تخيلوا بقى ان الجمعيه الخيريه بتاعتي دي طلعت مش خيريه. لا سوري، ايه طلعت مش خيريه؟ يعني اسمها خيريه في البطاقه وبتبلعوها في البيت بألفة مثلا ولا حاجه؟ انت بتهزر ها؟ عندك انت معتصم سوفليكس تاني. بتأيد معتصم ولا هتضيع في الاخر انت؟ انا قصدي يا دي الجمعيه دي بتعمل عمل مش نظيف. بتعمل بتبيع يعني؟ بص يا دي انت وهو يا بيتبعت لي كل اسبوع شيك بنص مليون جنيه. ها؟ بيتحط في جيب جاكيت بدله سودا مقاس 40. انتوا بقى بيعطوا البدله. طيب بسيطه جدا، احنا نعمل لحضرتك جرد بكل البدل السوداء مقاس 40 اللي احنا بعناها، نديك الورقه دي كده حضرتك بقى والناس اللي معاك دول تلفوا على كل الناس اللي احنا بعنا لها البدل لحد ما تلاقي بقى البدله اللي فيها. خد معاك معتصم. لا يا حبيبي، اللي باعها هو اللي يرجعها. ايوه راغب على ما قال كده، اللي باعها خسر دلعها. سوفليكس بقى، هات سوفليكس وخلاص. لا لا ده عبط، انت عبيط فعلا. وانا قلت لحضرتك والله ان انا عبيط من الاول، انت اللي مش راضي تقتنع. بص يا ريت انت وهو يا عم، انا هستناكوا هنا مع العيله الكريمه، تجوني بالشيك ان شاء الله لغايه نص الليل. حضرتك لو فاكر ان انت هتقعدهم معاهم يعني بحيث ان انت تهددنا وكده تبقى فاهم غلط. احنا لو خرجنا انا بخرجين عشان زهقانين مش اكتر. احنا لو اتاخرنا ساعه اقتلهم عادي. ولو ما اتاخرناش يعني مجرد ما نخرج من الباب حبيت تقتلهم مفيش مشاكل. يلا هتقوم يلا. حاضر حاضر حاضر. انزل بده ولا ايه؟ لا ده محتاج بالليل، ده مش هينفع الصبح. حضرتك ممكن لو عايز تقيسه على القرعه هيبقى جميل. هو السوبليكس بياخد غلبة على النار؟ أصل جعانة قوي.